تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، احتمالات قمة مصرية سعودية في أبو ظبي. النهاردة رجعت من أبو ظبي في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة أيام في شهر ديسمبر من كل عام. أبو ظبي باستمرار واحدة من أجمل مدن العالم، لكنها في شهر ديسمبر بتكون أكثر جمالا ورونقا. احتفالات كبيرة في أبو ظبي لأن العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا نهائي سباق السيارات العالمي فورمولا 1، وبالتالي بتكون مدينة أبو ظبي زاهية ليلا ونهارا. في أبو ظبي أحاديث عن السياسة، عن الوضع الإقليمي، عن الوضع الدولي، وهناك ممن التقيت من مسؤولين وكتاب ورؤساء تحرير وإعلاميين، حديث عن زيارة الرئيس السيسي إلى أبو ظبي غدا الخميس. الرئيس السيسي يزور أبو ظبي في إطار العلاقة الممتازة بين الشقيقتين مصر ودولة الإمارات، وفي إطار الدور الإقليمي الذي تلعبه الدولتان في هذا المحيط المضطرب. أيضا هناك أنباء عن وصول الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية إلى أبو ظبي لحضور نفس الاحتفالات، وهناك تقارير وتوقعات بشأن قمة مصرية سعودية تجمع الرئيس السيسي والملك سلمان في أبو ظبي على هامش الاحتفالات. هنا نقطتين مهمتين. النقطة الأولى، علاقتنا بالإمارات مش بس علاقات سياسية أو اقتصادية، إنما بيننا وبين الإمارات توافق فكري، رؤية فكرية متقاربة إلى أبعد الحدود. وبالتالي ما يقربنا من الإمارات ليس فقط السياسة، وليس فقط الاقتصاد، وليس فقط المصالح المشتركة، وليس فقط التاريخ الرائع بين الدولتين منذ الشيخ زايد وحتى الآن، وإنما التوافق الفكري والرؤية الفكرية المتكاملة التي تقترب فيها القاهرة وأبو ظبي إلى نقطة قريبة للغاية. الأمر الثاني، إن مصر والسعودية لا شك أن هناك خلافات واضحة على السطح، وهناك خلافات تحت السطح. من المؤكد أن المحور المصري السعودي استراتيجي وأساسي في المنطقة، وبالتالي أكيد لا نتمنى أن يكون في مزيد من الخلاف بين القاهرة والرياض، وكل الأمل في أن تكون القاهرة والرياض في وفاق يسهل الصمود العربي في مواجهة التحديات الجيوستراتيجية القائمة. ومن ثم فإن زيارة الرئيس إلى أبو ظبي في هذه الفترة المهمة أو في هذه المرحلة المهمة من تاريخ العالم العربي هي زيارة لها دلالتها بالتأكيد.